حدث في مثل هذا اليوم 20 فبراير عام 1971، عيدي أمين يستولي على السلطة في أوغندا. هو عيدي أمين دادا، مولود عام 1925 ويعرف باسم عيدي أمين، هو رئيس أوغندا الثالث في الفترة ما بين عامي 1971 و1979، ويوصف دائما بالديكتاتور العسكري. انضم إلى قوات الاستعمار البريطاني التي تواجدت في شرق إفريقيا بذلك الوقت. بعد ذلك وصل أمين إلى رتبة لواء وتولى قيادة الجيش الأوغندي في عام 1964. قام عيدي أمين بانقلاب عسكري في يناير عام 1971 وعزل الرئيس ميلتون أوبوتي. وكان حكم عيدي أمين معروفا بانتهاك حقوق الإنسان والقمع السياسي والتمييز العنصري والإعدامات غير القانونية وطرد الآسيويين من أوغندا. أعداد القتلى وقت حكمه غير معروفة، لكن تقديرات المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان أن الأعداد ما بين 100,000 إلى 500,000 قتيل. ملقب بآخر ملوك أسكتلندا، وذلك لإعجابه الشديد بأسكتلندا ومحاولته الاقتداء ببروتوكولات العائلات المالكة. شابت فترة حكمه الصراعات الأهلية الشديدة بين الأعراق المختلفة بأوغندا، وشهد عصره عنفا مستمرا واغتيالات المنافسين السياسيين واتهم من القوى الغربية بالديكتاتورية. قام عيدي أمين في فترة ما من فترات حكمه بما كان يعتقد أنها سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، وكان منها أنه قرر إبعاد الهنود الذين كانوا قد جاءوا إلى البلاد مع البريطانيين وبدأوا يؤسسون مجموعات من الأنشطة التجارية والأعمال والمشروعات المختلفة، وأصبح لديهم باع في الاقتصاد الأوغندي. أبعدهم الجنرال أمين واختار معظمهم بريطانيا كوجهة بديلة عن أوغندا، والتي رحبت بهم ومنحتهم التسهيلات في قضية أصبحت تعرف فيما بعد في بريطانيا بقضية الهنود الأوغنديين. تم إبعاده إلى السعودية بعد سقوط سلطته وعاش في مدينة جدة حيث توفي هناك عام 2003. I came so close to the Arab because Arab found that I am most influential leader in Africa, in the continent, and also I am a leader who speaks the truth.